كنا قلنا قبل كده لو احنا حابين نعدل على عنصر معين داخل الليست كنا بنروح نعمل حاجة بالشكل ده، بعرف ليست اسمها ايه، وايه عبارة عن مجموعة الانتجر فاليوز اللي هي موجودة قدامي دي. لو حبيت مثلا اقول له ايه اوف 5 بيساوي 2000، معناها ايه؟ بقول له بعد اذنك روح على العنصر اللي ترتيبه السادس في الليست بتاعتي وشيله وحط مكانه 2000. وبالتالي لما كنت بقول له رن كان بيقول لي والله الليست الجديدة بتاعتك هي عبارة عن 1 و2 و3 و4 و5 و2000 و7 و8 و9 و10. وهو راح شال العنصر السادس وحط مكانه كام؟ 2000. لكن مع الطابل هنشوف ايه اللي هيحصل بقى. انا عرفت طابل اسمها بي، عرفت ازاي انها طابل؟ بالاقواس الكيرفي، حطيت جواها مجموعة العناصر اللي هي قدامي بالشكل ده. لما اجي اقول له بي اوف 5 بيساوي 2000 وبعد كده برنت بي، معناها ان انا بقول له بعد اذنك روح على العنصر اللي ترتيبه السادس في الطابل وشيله وحط مكانه 2000. في الحالة دي هيقول لي ايه؟ هيقول لي انا اسف انا ما عنديش الامكانية بتاعة التغيير بتاع البيانات اللي موجودة في الطابل. طيب ايرور، الطابل اوبجكت doesn't support الايتم اساينمنت. ايتم اساينمنت اللي احنا قلنا بتاخد اللي في اليمين تحطه في الشمال، وانا كنت بقول له خد ال 2000 حطها مكان العنصر اللي ترتيبه رقم 6. وفي الحاله دي قال لي لا اسف الطابل مش بتسبورت الموضوع ده خالص. كمان ينفع نحول من ليست لطابل ومن طابل لليست ازاي؟ قال لك خد بالك معايا، في الاول كده خلونا نعرف ليست اسمها ايه وفيها مجموعه العناصر اللي قدامنا بالشكل ده، وهعرف ليست هعرف طابل اسمها بي ومحتواها برضه هو عبارة عن مجموعة العناصر اللي هو بالشكل اللي قدامي ده. في الحالة دي أنا ينفع أقول له حول الليست ايه إلى طابل، حول الليست ايه إلى إيه؟ حول الليست ايه إلى طابل عن طريق إن أنا أستخدم الأمر اللي اسمه طابل، وبالتالي هعرف متغير جديد اسمه سي. سي ده عبارة عن إيه؟ بقول له طابل ايه. طيب ايه كانت عبارة عن ايه؟ كانت عبارة عن ليست. وبالتالي لما اقول له طابل ايه معناه ان انا بقول له حول الليست اللي اسمها ايه دي لطابل وحط لي الناتج في متغير اسمه سي وبرنت ايه وبرنت السي. وبالتالي لما اقول له رن هيقول لي خد بالك سي بقت عبارة عن ايه؟ عبارة عن طابل. عرفت ازاي ان هي عبارة عن طابل؟ لان معرف لقيمة السي باقواس ايه؟ معرف لقيمة السي باقواس كيرفي او الاقواس البارانسيسز اللي هي قدامي بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده. يبقى احنا هنا حولنا الليست ديت لايه؟ الليست اللي اسمها ايه؟ حولتها لطابل. طيب ماذا لو انا عايز بقى احول الطابل بي لليست؟ عايز احول بقى ايه؟ الطابل لليست. انت قلت ان ينفع ان احنا نحول من ليست لطابل ومن طابل لليست. في الحاله دي لما اجي اقول له انا عندي بي كما لو كانت طابل، كويس جدا، بعد اذنك خد البي وحولها للليست. لما اقول له ليست بي كما لو كنت بقول له ايه؟ بعد اذنك خد البي اللي هي الطابل دي وحولها لي لليست وحط الناتج في متغير اسمه سي وبرنت مين؟ وبرنت السي. ولما اقول له رن هيقول لي والله ده انا حولت لك الطابل لايه؟ لليست. عرفت ازاي؟ لان العناصر الجديده بتاعت الليست الجديده هي عباره عن ايه؟ عباره عن ليست، لانها محطوطه بين اقواس سكوير براكت زي ما احنا شايفين بالشكل ده. يبقى اداني ليست كل عناصرها هي الطابل بي، بس ده ليست ما عشان معرفه بره بي سكوير براكت. طيب لو حبينا نعدل على المتغير نفسه نعمل ايه؟ انا مثلا عندي ايه عباره عن ليست، لا انا عايز اخلي ايه نفسها بقى عباره عن ايه؟ عباره عن طابل. يبقى او بي كانت عباره عن طابل، انا عايز اخلي بي نفسها بقى عباره عن ليست، نعمل ايه؟ اهو يبقى انا عندي ايه كما لو كانت ليست. بعد كده بقول له طابل ايه، بقول له خد الايه اللي هي ليست وحولها لطابل وحط لي الناتج في ايه تاني، وحط الناتج في ايه الجديده، وبقول له برنت ايه. في الحاله دي لما اقول له رن هيقول لي ايه؟ هيقول لي اه ده انا حولت لك ايه من لسته لايه لطابل زي ما احنا شايفين بالشكل اللي هو قدامنا ده. كذلك الحال بالنسبه لي البي، انت معرف بي عباره عن طابل، كويس، وبعد كده بتقول له ليست اوف بي وحط لي الناتج في بي.
بي كانت عبارة عن طبل كويس جدا، وبعد كده قلت له حول لي الطبل دي لليست كويس، وبعد كده خد الناتج حطه في المتغير بي تاني، وبعد كده اعمل لي برنت القيمة الايه، اعمل لي برنت القيمة البي. لما تقول له رن لقيناه ان هو حول الطبل بتاعتي لليست زي ما انا قلت له كده بالايه، زي ما انا قلت له كده بالظبط. عايزك برضو تاخد بالك من حاجه كويسه جدا، ايه هي؟ انا لو جيت عرفت متغير اسمه اكس، واكس ده هو مجموعه الفاليوز او العناصر من واحد لغايه 10، وما حطتهاش ما بين سكوير براكت ولا بين كيرلي براكت ولا بين كيرف براكت ولا بين اي حاجه، سبتها زي ما هي كده. في الحاله دي ايه اللي هيحصل؟ في الحاله دي المتغير اكس هيعرفه كما لو كان طبل، يبقى هيتعامل مع اكس كما لو كان ايه، كما لو كان طبل. ازاي؟ تعال اقول له رن، لما اقول له رن هيروح يحط لي العناصر ما بين اقواس بارانسيسيس او اقواس دائريه او اقواس كيربي زي ما احنا شايفين كده. يبقى في الحاله دي لما انا اعرف متغير والمتغير ده جواه مجموعه من الفاليوز ايا كانت هي ايه، وما حطتهاش ما بين اي اقواس سواء كانت اقواس سكوير او اقواس بارانسيسس او اقواس كيرلي او اي اقواس، في الحاله دي هيتعامل مع المتغير ده كما لو كان ايه، كما لو كان طبل زي ما احنا شايفين بالشكل اللي هو قدامي ده. وبرضو في الحاله دي اقدر اقول له حول لي المتغير ده لليست. ازاي؟ اقول له اهو اكس كانت بتساوي كذا، بعد كده خد الاكس حوله لي الليست وحط لي الناتج تاني في الاكس، وبعد كده برنت الاكس. في الحاله دي لما اقول له رن هيقول لي والله ده اكس بقت عباره عن ايه؟ اكس بقت عباره عن لسته بالشكل اللي هو قدامي ده. كويس جدا. كنا اتكلمنا قبل كده على اعاده ترتيب العناصر بناء على عنصر معين. وكنا بنقول لو انا مثلا عايز ارتب العناصر بناء على العنصر الثالث كنا بنغير عادي. ولو غيرنا الاندكس خلينا مثلا صفر او واحد هيتم إعادة الترتيب بشكل مختلف بناء على الاندكس اللي أنا قايل له عليه. كويس، فاكرين إحنا الكلام ده كويس. خلينا بقى دلوقتي نعرف ليست، والليست دي جواها مجموعة من العناصر، كل عنصر عبارة عن طبل. كل عنصر عبارة عن إيه؟ كل عنصر عبارة عن طبل، وكل طبل عبارة عن 3 عناصر، مثلا الاسم والمدينة والسن، والطبل الثانية فيها الاسم والمدينة والسن، والطبل الثالثة فيها الاسم والمدينة والسن، والطبل الرابعة فيها الاسم والمدينة، وهكذا لغاية ما أخلص كل الايه، مجموعة الطبلز اللي هي موجودة عندي. يبقى أنا عرفت ليست هي عبارة عن مجموعة من الطبلز، وكل طبل فيها 3 عناصر، العنصر الأول هو الاسم، الثاني هو المدينة، والثالث هو السن. في الحالة دي لو حبينا نعمل إعادة ترتيب لهذه الليستة هعمله عادي زي ما قلنا المرة اللي فاتت لأنها ليست، وعادي جدا ان نعمل إعادة ترتيب. وبالتالي هقول له إيه؟ هعرف متغير جديد اسمه أي حاجة، أنا سميته هنا نيو ستودنت طابل، وقلت له سورتد. إحنا عارفين إن الأمر سورتد كان بيروح يرتب البيانات، بس بحكم إن أنا عندي الليست دي فيها مجموعة مختلفة من البيانات زي مثلا السترينج والانتجرز، امر سورتد ما ينفعش استخدمه كده لوحده اس ايز، لابد اقول له ايه، لابد اروح اقول له سورت ومعاها حاجه كمان. فبقول له سورتد على اسم الليست اللي هي ستودنت طابل، كان اسم الليست ايه، ستودنت طابل. حلو، واستخدم، لابد ان انا استخدم حاجه كمان، هستخدم ايه، هستخدم المفتاح، اقول له كي لامدا ستودنت، هقول له كي ايه، كي لامدا، معناها ان انا هعمل ايه، انا هعمل ترتيب للبيانات بناء على الكي او المفتاح اللي جاي، والمفتاح ده على اساسه هشوف انا عايز اغير ايه بالتحديد، وبعدين هديه الاندكس اللي انا عايز اغير على اساسه. لان كي لامدا معناها ايه، بقول له انت هتغير بناء على الحاجات اللي جايه بعدي في الكود يعني. وما هي الحاجات اللي جايه بعده؟ بقول للستودنت حيث ستودنت اوف 2، معناها ان انت هتروح ترتب هذه الليسته بناء على العنصر الثالث داخل الطابل بتاعتي. بناء على مين؟ على العنصر الثالث اللي هو مين؟ اللي هو السن مثلا زي ما احنا قايلين له كده بالظبط. وبعد كده بقول له ايه؟ بعد كده بقول له برنت نيو ستودنت طابل، بعد كده بقول له برنت
نيو ستودنت تابل، اللي هي الليسته الجديده اللي فيها العناصر مرتبه. وبالتالي لما اقول له رن، راح رتب العناصر بناء على العنصر الثالث اللي هو مين؟ اللي هو العمر. فقال لي 30 الاول، 35 الثاني، 40 الثالث، و45 الرابع، و50 الخامس. يبقى لما انا قلت له لمضه حيث لمضه هتاخد المفتاح اللي جاي بعدي، وانا قلت له المفتاح بناء على العنصر الكام؟ بناء على العنصر الثاني. وقلت لك انا اقدر اغير الثاني ده اخليه العنصر الاولاني، يبقى هو هيروح يعدل او يرتب بناء على مين؟ بناء على الاسماء. وبالتالي لما اقول له رن، هيروح يرن عادي وهيرتب لي بناء على الاسماء. فخلى حرف الايه الاول وعبد الله بالذات، بعد كده احمد لان الاتش بعد البي، وبعد كده علي، وبعد كده خليل، وبعد كده محمد، لان انا قلت له رتب بناء على العنصر الايه؟ بناء على العنصر الاولاني. عايز اقول له بناء على العنصر الثاني، عادي جدا هقول له بناء على العنصر الثاني. وبالتالي لما اقول له رن، هيروح يرتب بناء على المدينه. هيرتب بناء على ايه؟ على المدينه. واخدنا قبل كده ازاي لو حصل ان عناصر معينه اتفقت، ازاي اقول له رتب بناء على عناصر اكتر من كده، اقول له خد الاول والثاني، الاول والثالث، وهكذا.